السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم خالد أحمد المرسي من قناة tiftok.com. في هذا الدرس سنتعلم كيفية ضبط مودم توتولينك على شكل أكسس بوينت لشبكات الكروت بدون VLAN. أولا أقوم بإدخال اسم المستخدم وأدخل كلمة المرور الافتراضية admin. نذكركم أن الاي بي الافتراضي هو 192.168.1.1. إذا بعد تسجيل الدخول أنقر إلى الخانة Advanced Setup وأنتقل إلى Network ولان Setting. في اللان Setting أقوم بتعديل DHCP، أجعله Disable كما هو موضح، وأتأكد أنه Disable، ثم أعيد تغيير عنوان آخر للمودم مثلا 88 وأعمل apply أو أغير الـ IP حسب رنج الشبكة التبعية. إذن قمت بإيقاف الـ DHCP server كما نلاحظ، أنتظر حتى إعادة التشغيل. الآن جاهز، فقط أدخل إلى الواي فاي وأقوم بكتابة الاسم الشركة الخاص بي، أي شيء مثلا هنا ماي نت وورك، وأقوم بتحديد بلا كلمة سر أو كلمة سر إذا رغبت. هنا الشبكة تبع كروت سأجعلها بلا، وهنا إذا أردت أخفي الشبكة أجعل disable، وإذا أردت أن أظهرها enable. إذن كما هو كذا مضبوط، وبذلك نكون قد انتهينا من ضبطه كأكسس بوينت لشبكة الكروت بشكل سريع. هذه تحياتي خالد أحمد المرسي قناة tiftok.com.